اهلا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. قبل ما نروح لاهم اخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، عايز اقول لكم طبعا ان بكره باذن الله هيتم افتتاح صاله الجيمنازيوم الخاصه بالنادي الاهلي بعد ما تم بقى تطويرها وتزويدها باجهزه حديثه. طبعا دي صاله الجمباز، وده كان من احد وعود كابتن محمود الخطيب ومجلسه، وده كان طبعا ضمن مشروع عائله النادي الاهلي وتم تنفيذ الوعد ده. وكان في طبعا شركات كتيره، شركات عالميه بتشرف على تطوير الصاله عشان تبقى على الطراز العالمي. بكرة إن شاء الله هيكون افتتاحها الساعة 5 مساء. وعشان بقى نعرف تفاصيل أكتر هينضم لينا دلوقتي أستاذ خالد مرسي، مدير فرع النادي الأهلي الجزيرة. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ خالد. منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي. وطبعا في البدايه كده عايزه اعرف من حضرتك المراحل اللي مرت بيها صاله الجمباز عشان توصل للمرحله دي او توصل للشكل اللي هيتم بيها الافتتاح ان شاء الله بكره الساعه 5. طبعا في البدايه برحب بيكم. احنا الحقيقه يعني على وعد الساده اعضاء مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره في سياسه النادي الفتره اللي فاتت كلها في التطوير وتحديث كل ما هو موجود في الثلاث قرى بتاعتنا، واستمرارا الحقيقه لوعود مجلس الاداره وتنفيذ على برنامج عائله الاهلي. ان شاء الله بكره عندنا افتتاحات كبيره، المقر الرئيسي للنادي، افتتاح صاله الجمباز حقيقه على احسن طراز عالمي، وان شاء الله بكره برضه في افتتاح لصاله تنس الطاوله برضه في نفس الوقت ان شاء الله الساعه 6. حضور الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله وباقي اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه بفضل العميد محمد مصطفى. ان شاء الله يبقى على المستوى المطلوب اللي هو بينافس قيمه النادي الاهلي، احدث ادوات رياضيه جت للصاله على طراز عالمي حقيقي. وده احنا دايما هل كان في شركات عالميه استاذ خالد، هل كان في شركات عالميه بتشرف على تطوير الصاله؟ معلش يا فندم، هل كان في شركات عالميه بتشرف على تطوير صاله الجمباز جوه النادي الاهلي؟ طبعا شركه عالميه هي اللي جايه الادوات كلها من الخارج، وهي اللي بتشرف على ترتيبها، وفي تعليمات ازاي اتحطت ازاي ترتيبها ازاي، التنسيق طبعا مع الاداره الفنيه والاداريين بتوع اللعبه، وكل حاجه منظمه الحقيقه بترتيب كامل. وان شاء الله يبقى على الحدث على قد زي ما انا بقول لحضرتك كده، على قد قيمه النادي الاهلي افريقيا طبعا وعربيا وعالميا. هي اللعبه الحقيقه هي دايما طول عمرها النادي الاهلي بيبقى سباق. ان شاء الله هنشوف صاله حديثه طراز عالمي. ان شاء الله يبقى ده كبء لكل النوادي الحقيقه. دايما النادي الاهلي معود الناس كلها ان هو دايما ليه كبء دايما، اكيد طبعا اي شيء جديد اكيد طبعا. لو سالت حضرتك عن احدث الاجهزه اللي تم تزويد الصاله بيها، والله بص كل اجهزه الجمباز حديثه يعني انا يعني تكنيكال بالظبط يعني موجوده. انا في الصاله دلوقتي وانا بكلمك المتوازي والحصان والحاجات دي كلها والمراتب ويعني كل الادوات اللي ممكن تتخيليها حضرتك على الطراز العالمي هي موجوده حاليا على احدث مستوى. يعني احنا جبنا احدث مستوى لصالات الجمباز في العالم كله هي موجوده عندنا في حضرتك. أستاذ خالد مرسي مدير فرع الجزيرة في النادي الأهلي، بشكرك جدا على التواجد معانا، وإن شاء الله يكون افتتاح يليق باللي أنتوا عملتوه بالمجهود اللي بذلتوه في الفترة الأخيرة. وبنرجع تاني مرة مع حضراتكم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي قدامكم على الشاشة، طبعا ده الاستعداد للافتتاح بتاع بكرة، وأثناء طبعا تركيب الأجهزة والعمال قدامكم أهي بتبتدي إن هي تستعد لافتتاح بكرة. إن شاء الله يكون الافتتاح ده يليق باسم النادي الأهلي وبالتطوير اللي حصل في الفترة اللي فاتت. نرجع بقى مع حضراتكم مرة تانية ونروح لأهم الأخبار.